محمد الضماطي وكيل نقابة المحامين. اليوم ينعقد أول مؤتمر في نقابة المحامين تحت راية لجنة الحريات ولجنة حقوق الإنسان دعما وتعضيدا لموقف الدكتور عمر عبد الرحمن. الدكتور عمر عبد الرحمن قام إسلامية كبيرة زج به في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، سلم إلى الولايات المتحدة من النظام السابق بترتيب معين، لم يرتكب ثمة جرم لكي توقع عليه عقوبة بهذه البشعة، علمت أنها 285 سنة. بعد ثورة 25 يناير لابد من تحرير كل سجناء الرأي. الدكتور عمر عبد الرحمن لا خلاف أنه سجن بسبب رأيه. نحن نؤكد على أن ما نادى به من أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هي كيانات استعمارية وكيانات احتكارية تحتقر دول العالم الإسلامي، نحن كلنا مع هذا الرأي نعضده ونطالب بإخلاء سبيله فورا. ونحن من هذا المؤتمر نناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية ووزارة الخارجية أن تسارع بعمل حلقة اتصال بينها وبين المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لضرورة إجبارها على أن تخلي سبيل هذا الرجل الذي هو فوق 70 عاما وهو قامة إسلامية يتعين علينا جميعا أن نحتشد وراء تعضيده. شكرا. حضرتك تتقدم إلى المجلس العسكري بطلب رسمي؟ هنشوف بعدها في توصيات للمؤتمر إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا.